طب هم ال 20% اللي حضرتك قلت عليهم في الاول اللي هم مع الاخوان مهما يعملوا، اللي هم مقابلين ال 20% الرافضين الاخوان، لا ال 20% اللي مع الاخوان دول عاملين او يعني منظمين في جماعه الاخوان، بينتموا لهذه الجماعه ولا متعاطفين مؤيدين؟ يعني انا تقديري ان هم اما يعني منتظمين في الحركه او بيؤيدوها بشكل كبير، قد تكون الاسر بتاعه الناس الاعضاء في تنظيم الاخوان. ونقول عليهم بس مع الاخوان ولا مع تيار الاسلام السياسي بشكل عام؟ يعني أنا شايف أنه الفترة الأخيرة حصل فرز ما بين الإخوان وبقية التيارات السياسية، فأنا بعتقد يمكن 20% دول هم دول اللي مع الإخوان ومؤيدين الإخوان، وفي يمكن 10% آخرين قد يكونوا من السلفيين لكن هم ابتدوا ينفصلوا عن مسار الإخوان وياخدوا خط آخر. ده تقديري يعني.